أستاذ سليمان، السلام عليكم. تقريبا يعني الاتصال يعود لنا إن شاء الله. أستاذ سليمان، اسمعني. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبقيك، أهلا وسهلا. بداية أستاذ سليمان، ما هي المشكلة وما هي الجهة التي تشرف على هذه الحفريات أو المشاريع؟ أشكركم أستاذي على يعني نقل معاناتنا اللي استمرت من 7 أشهر. احنا المشروع اللي عندنا في الحي هو تنفيذ شبكات تصريف مياه السيول والأمطار المرحلة الأولى. ممتاز. والمقاول إحدى الشركات السعودية، وأنا صورت اللوحة وأرسلتها لكم، والاستشاري شركة أيضا سعودية، أما المالك للمشروع فهي أمانة منطقة الرياض. العجيب أن المشروع بدأ من شهر رجب، وطول الحفرية وعمق الحفرية كانت حوالي 280 سنتي، ووضعت بجوار الحفرية يعني بعض الخرسانات للحماية، لكننا بعد 3 أيام أو 4 انقطع المقاول الأول. ثم جاءنا يعني ما أقدر أقول إنه مقاول ثاني، مجموعة من الوافدين حتى ما يعرفون كيف يرفعون الماسور أو كيف يشبكونها ببعضها بعض. استمروا تقريبا يمكن أسبوع وأيضا انقطعوا، وجاءهم مندوب أو جهة ثالثة أو مقاول ثالث بالباطن. طيب أستاذ سليمان، أنتوا تواصلتوا مع الجهة المسؤولة مباشرة يعني حتى يحلوا لكم المشكلة من بدايتها؟ يعني أنا اتصلت على شركة دينجو السعودية للمقاولات. بدون ذكر أسماء أستاذ سليمان، بدون ذكر أسماء الشركات. طيب. المسؤولة عن هذا المشروع، أنا اتصلت على أمانة مدينة الرياض ببلاغات، والإخوة في الحي جميعا قدمنا شكوى لبلدية الروضة، ثم أيضا للأمانة، وكانوا يعدوننا برسائل عبر الهاتف، ولم جاءنا أي تغيير على الواقع. عندنا تقريبا 40 بيت محتجز في الحي، تضررت سياراتهم، تضرر الأهالي، تضررنا حقيقة بشكل يعني كبير. يعني الآن أستاذ سليمان، حاليا ايش الوضع؟ أبدا حتى اليوم على ما هو عليه. على ما هو عليه إلى الآن هناك عامل فقط يركب لمبات في الليل على الخرسانات ويشيلها الفجر. زين، بركة يعني عشان ما يطيح أحد. طيب أستاذ سليمان، إن شاء الله صوتكم إن شاء الله وصل من خلال الحلقة ومن خلال البرنامج، بحول الله تعالى يكون لنا إن شاء الله يعني مداخلة أخرى إن شاء الله، تبشرونا إن شاء الله أن المشروع انتهى بإذن الله، وأموركم إن شاء الله في السليم. شكرا، يعطيكم العافية.